وللمزيد حول الشأن السوري انضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول عضو الائتلاف السوري المعارض الأستاذ ياسر الفرحان. مرحبا بك معنا. بداية، كيف تقيم أوضاع المعارضة في القنيطرة وغرب درعا في ظل حديث النظام عن محاولاته لاقتحام المنطقة؟ النظام يرتكب جرائم جديدة، يستغل الصمت الدولي المخزي والمشين، ويستخدم كل صنوف الأسلحة المحرمة دوليا، يستهدف بذلك الحاضنة الشعبية بداية، يستهدف المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ، وبالتالي ومن خلال ذلك يلوي ذي ذراع المعارضة سواء كانت عسكرية أو سياسية لتقبل بأي اتفاق للتسوية حتى لو لم يكن عادلا. الاتفاق الذي يفضي بالنتيجة إلى تهجير هذه المنطقة، تهجير أبناء هذه المنطقة، هو تنفيذ لمشروع التغيير الديموغرافي الإيراني حقيقة. إيران تريد أن تغير الديموغرافيا في سوريا، وتريد أن تبعد كل المعارضين، تريد أن يبقى فقط في هذه المناطق المجموعات التي تقبل نظام ولاية الفقيه الذي يحكم سوريا من خلال النظام السوري الآن. نعم. وأيضا باتجاه آخر، يعني التسويات في شقها الآخر تتضمن بأن تسلم المعارضة سلاحها أو أن تنخرط مع قوات النظام، وحقيقة خيارات صعبة. نعم، يعني هذا التهجير الجاري الآن في درعا، ألا يعني فشل المعارضة في إدارة ملف التفاوض مع النظام في ظل حديث المفاوضين عن اتفاق مختلف عما يحدث في الغوطة؟ يعني دعني أقول بداية، هو فشل للمجتمع الدولي، الأمم المتحدة التي يفترض أنها ترعى العملية التفاوضية وفق مرجعية القرارات الدولية، بيان جنيف و2118 و2254، فشل لمجلس الأمن، وفشل للمنظومة الأخلاقية والقيم، قيم الإنسانية، حينما يترك الشعب السوري وحيدا تحت القصف والقهر، وحينما يترك النظام يرتكب كل جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية، وحينما تترك روسيا تدعم النظام بشكل كامل وهي دولة عظمى، وكذلك الأمر إيران وتستخدم أكثر من 60 ميليشيا من كل أقطاع الأرض لترويج شعارات طائفية تبعث على الكراهية لحماية المقدسات لأجل ثارات الحسين، ويترك الشعب السوري وحيدا أعزل، يقطع عنه الدعم والسلاح. ثم نقول هذه أن المعارضة فشلت. لم تفشل المعارضة أخي، الدوافع ما تزال موجودة، والثورها ستبقى في قلوب السوريين مستمرة، لكن ربما يحتاج الموضوع إلى إعادة ترتيب الاستراتيجيات وبشكل يتناسب مع الإمكانيات الموجودة حاليا. إذن كيف ترى مستقبل درعا في ظل كل هذه التطورات؟ النظام يعني بالتأكيد غير ممكن إعادة تأهيله أو إنتاجه، وروسيا تحاول أن تلعب دورا، تحاول أن تكون طرفا يعني يرعى عملية السلام، وهذا حقيقة حتى الآن لا يقبل به الشعب السوري، لا يقبل لها بهذا الدور، لأنها ما تزال شريكة للنظام. لكن تعارضا واضحا في المصالح ما بين روسيا وإيران، وبالتالي من هذه الخلافات أنا أعتقد أنه هناك فرصة، يعني إذا انتصر النظام عسكريا فهو سياسيا لم ينتصر بالتأكيد، ما زال الجميع يدرك بأنه لا يمكن أن يتحقق الاستقرار والسلام في سوريا إذا بقي هذا النظام، وطالما هذا النظام موجود فإيران التي تسيطر هي تتغلغل في المجتمع السوري وتتغلغل في مؤسسات الدولة السورية وتسيطر عليها، وبالتالي هذا الكلام يعني على المدى المتوسط والبعيد حتى المؤيدين للنظام في مناطق النظام لا يقبلون به. نعم. وأعتقد بأن ثورتنا يعني بدأت سلمية وستعود سلمية كما بدأت، لم يكن حمل السلاح خيارا استراتيجيا للمعارضة، هو خيارا اضطراريا، وبالتالي إذا يعني الآن يتحقق حماية للناس المتبقين في المناطق التي يجري عليها النظام ويفرض عليها نظام التسوية، فستعود أيام الحراك السلمي، ولن يتخلى السوريون عن مطالبهم المشروعة بالحرية والكرامة. عضو الائتلاف السوري المعارض ياسر الفرحان كان معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.